Gott verdammt der Hure, Bro. Deine Mutter ist eine Hure. Ich fick dich halt. Ja, komm doch. Alle, alle. Ich fick dich, komm. Олег, блядь, я говорил, Олег, блядь. يعني هل يعقل اللي احنا شفناه ده يا جماعه؟ هل دي من الرجوله؟ على فكره ولدتك امراه وعلمتك امراه وستحب امراه وستحبك امراه وستتزوج امراه وستنجب امراه فكيف لا تحترم النساء؟ ده اللي احنا شفناه. اخينا عمل كده. لبستلك الخوذ عشان كده. زي الفل؟ تمام؟ طب ناخدنا جد شويه في موضوعنا. طبعا يا جماعه دي محاكاه بس كنا بنعملها للي حصل. حبيبي يوسف شكرا جزيلا. تمام. في مقوله جميله جدا انا مؤمن بيها طول عمري. المقوله بتقول اذا سقط الاحترام فليس هنالك داعي لاي علاقه ان تتم. فلا حب بلا احترام ولا صداقه بلا احترام ولا حتى قرابه بلا احترام. خلينا متفقين في ده مليون في الميه. احنا كرجاله ما نقبلش اطلاقا بالذل بالاهانه او اللي يهنا او اللي يحرجنا امام الناس. زي ما احنا شفنا حضراتكم كان في خلاف ما بين البنت دي وخطيبها او زوجها ما نعرفش ايه ما بينهم بالظبط، ولكن احرجت ال 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 الشاب ده وضربته او صفعته بالالم امام كل الناس، فطبعا فقد سيطرته وفقد غضبه ورد لها الفعل. هناك فرق شاسع بين شخصيتي وإسلوبي. شخصيتي هي أنا وما تربيت عليه، أما إسلوبي فيعتمد عليك أنت. والله العظيم دي نصيحتي لأي بنت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش قهر النساء، القهر الرجال. قهر الرجال ده بتكون حاجة صعبة جداً، فالراجل ما يقبلش اطلاقا بالاهانه دي او اللي يذله او اللي يحرجه او في موقف زي ده، فما تستغربوش من رده فعله. تمام؟ طبعا انا ما بقولش ان اللي عمله ده صح، لا اكيد طبعا كان ممكن يعني مثلا هو شايفها مثلا منفعله على سبيل المثال وهتضربه مثلا بالقلم، كان ممكن مثلا ايه يبعد يتفاداها، او كان ممكن مثلا يصد القلم يضرب جامد جامد اهو بالايد كده. تمام؟ او كان ممكن يمسك ايديها مثلا يضرب جامد يلا اهو بالشكل ده. ساعه الغضب ما ينفعش ان انا، ده طبعا للبنات وللرجاله، ما ينفعش ان انا يا جماعه احط عيني في عين الشخص اللي انا غضبان منه ده، لان أسوأ قرارات بتحصل لما انا اكون غضبان. اوعى تاخد قرار وانت غضبان خالص. عيني ما تجيش في الشخص اللي انا غضبان منه. اتنفس بعمق، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، احاول اتفاهم مع الشخص ده. لكن الغضب في الاخر بيؤدي الى العنف. تمام؟ فاتمنى ان احنا نحترم بعض، اتمنى ان احنا ما موضوع ان انا اهين راجل واحطه في موضع محرج بالشكل ده، مفيش اي راجل في الدنيا بيقبل اطلاقا الاهانه. لكم التعليق ولكم الحكم. السلام عليكم.